بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والتحية كذلك للحضور الكرام في المجلس الرمضاني التابع لنادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والذي ينظم بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإعلام. هذا المجلس الرمضاني الذي يستمر منذ 7 أعوام، في كل عام يفاجئنا المنظمون في هذا المجلس بمواضيع متنوعة ومواضيع مميزة جميلة. في مجلسنا لهذا اليوم وفي هذه السهرة، الجلسة الثانية لهذا العام، هناك موضوع من المواضيع المميزة، موضوع نتطرق إليه للمرة الأولى في هذا المجلس، إلا أنه ليس بالموضوع الغريب على الشارقة، فالشارقة وفن الإنشاد قصص وحكايات. الشارقة لها قصص كثيرة مع الإنشاد، ابتداءً من منشد الشارقة ومنشد الشارقة الصغير، وانتهاءً وليس أخيراً إن شاء الله تعالى بهذا المجلس وهذا الحوار. نتشرف مشاهدينا الكرام بأن تتابعون معنا هذا المجلس وهذه الجلسة، وكذلك الضيوف الكرام، لكم أجمل تحية. سوف أبدأ باسمكم جميعاً الحضور الكرام بالترحيب بضيوفنا وضيوف هذا المجلس الذين سنتحاور معهم إن شاء الله تعالى حول مواضيع متنوعة، وبالتأكيد سنستمع إلى أصواتهم الجميلة. دعونا ابتداءً نرحب بالأستاذ والشيخ محمود ياسين التهامي، وهو من أسرة عنيت بالنشيد، وهو ورث الإنشاد وراثة ولم يكتفي بهذه الوراثة ولم يلتزم بهذه العباءة، بل طور الإنشاد وساهم في إنشاء نقابات ومؤسسات معنية، بل وترأس هذه المؤسسات ودمج ما بين الحاضر والماضي في فن الإنشاد. هو ابن الصعيد الجميل المميز الذي تابع منشد الشارقة، وهو كذلك كما أخبرنا قبل هذه الجلسة بأنه سعيد بأن شارك في هذا في الشارقة، في منشد الشارقة، مجموعة من تلامذته. أهلا وسهلا بك شيخ محمود. أهلا أهلا حبيبي، حياك الله. سعيدين بحضورك وتواجدك معنا، ويعني مشقة الطريق من مصر إلى هنا. أنا اللي سعيد بكم، والتحية طيبة واستضافة كريمة من نادي الشارقة للصحافة، وسعدت جدا بهذا اللقاء. وطالما أشدنا بالمجهود المركز الإعلامي ونادي النادي الشارقة للصحافة والمركز الإعلامي لحكومة الشارقة، حياك الله وأهلا وسهلا بك. أيضا الحضور الكرام، مشاهدينا الكرام، نرحب بالفنان الرائع صاحب الصوت الجميل وصاحب الجماهيرية العالية التي لم نتوقعها، وإنما شاهدناها عندما حصد لقب منشد الشارقة في نسخته الأخيرة وعاد إلى بلده، استقبلته الجماهير الغفيرة. هذا المنشد الجميل هو ياسين الأشهب المتميز الرائع. حياك الله ياسين وأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بي للمرة الثانية في بلدي الثاني للإمارات العربية المتحدة، وتحديدا في الشارقة. حياك الله ياسين. ياسين كذلك له قصة وله امتداد في النشيد، هو ليس الأول في منزله، وإنما هناك من سبقه في الإنشاد، سنتحدث عن هذا. الترحيب الأخير بأخي وصديقي الأستاذ أحمد أبو خاطر، أخرنا الترحيب به لأنه ابن المكان وهو ابن الشارقة، نفخر به دائما، نسميه في كثير من الأحيان سفير الشارقة أو سفير الإنشاد الإماراتي في الوطن العربي، في العالم الإسلامي، في العالم أجمع. كنا نتوقع بأن الأستاذ أحمد أبو خاطر يحظى بشعبية فقط في دولة الإمارات، اكتشفنا بعد ذلك بأن شعبيته خارج الإمارات أكثر من داخل الإمارات. حياك الله أستاذ أحمد وأهلا وسهلا بك. الله يحييك أخوي يعقوب، مشكورين على هذه الدعوة. هاي الندوات اللي تسوونها ما شاء الله، هذه نحن ننتظرها من زمان، أنها ترثي وتزيد في مجال الإنشاد وتخبرنا أكثر عنه. جزاكم الله خير. حياكم الله أستاذ أحمد. سأبدأ السؤال بك وبعد ذلك أتحول مع الأخوة. تفضل. ذكرت بأن الأخ محمود، الأخ ياسين لهم امتداد في منازلهم. محمود والده يعني مشهور على مستوى الوطن العربي، ياسين شقيقه الأكبر سبق في مجال الإنشاد. الأستاذ أحمد بخاطر كذلك في منزلك فضيلة الشيخ صلاح بخاطر القارئ المشهور. فموضوع الصوت والقراءة والتعلق بالأداء يكتسب اكتساب من خلال المنازل، أثر الأسرة في الاهتمام بهذا الجانب؟
نحن يعني في أسرتنا الحمد لله احنا أسرة محافظة، من صغرنا كان الوالد وايد شديد معانا في موضوع ان نحن ما يعني نطلع من البيت ونحن نختلط مع الشباب اللي ما نعرفهم. وكان طبعا يدي محمد بخاطر كان قاضي بعد، ففي عندنا الجو الإسلامي كان طاغي في 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 بيتنا. ولما في 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 أوائل التسعينات أو في آخر الثمانينات يعني كنا نستمع للقرآن خاصة من مشايخ اللي هم في مكة في السعودية مثل الشيخ علي بن سديس وشيخ علي جابر، فهذا بعد وايد أثر علينا. وقمت أنا شخصيا يعني مع أخوي صلاح كنا نبدأ نحفظ القرآن ونحفظ على طريقتهم في القراءة. ولما كنت في المدرسة يعني المدرسين لاحظوا إن أنا عندي هذه الموهبة الصوتية، ولأنا كنت وايد مستحي من هالموضوع إني أطلع وأنا أقرأ القرآن معهم، هذا اللي خلاني في بعدين إني أنا أكتشف نفسي في النشيد. خاصة أهلي يعني هم لهم دور كبير، وأخوي صلاح بعد كان له دور كبير إنه هو كان عنده استوديو في البيت ودخلني في المجموعة معاهم، مع إن أنا كنت من الناس اللي أعتبر إن صوتي مو حلو ومالي أصلاً أي شيء في هذا المجال. بس سبحان الله لما طلعت معاهم شفت عمري يعني مشيت وياهم، وبهذه الطريقة أحس إن فعلاً إن أخوي صلاح والوالد والأسرة كلهم كان لهم دور كبير في إنهم هم يساعدوني إن أوصل لما وصلت ليه. وفي إنك تتوجه باتجاه النشيد تحديداً. أي نعم. جميل. ياسين كذلك ذكرت قبل قليل بأن شقيقك الأكبر سبقك في هذا المجال، هل الأمر مثل ما صار مع الأستاذ أحمد أم أن لك قصة مختلفة؟ لو سبحان الله، المعادلة التي تنتج يعني المنشدين هي معادلة واحدة يعني دائما ما يكون يعني وسط مؤتت بأناس يعني لهم يعني جو طقوس إسلامية طاغية بحكم أننا مسلمين، بالإضافة لشيء معين العائلة المحافظة تحرص جيدا أن يكون يعني أبناؤها يعني متميزين في المواضيع اللي يعني تعطي قيمة للعائلة مثل القرآن الإنشاد الديني. فياسين كان واحد من هذه الناس وطرف هذه المعادلة، فكان الأخ الأكبر في مجال الإنشاد الديني، وكنت يعني أحب يعني هذا المجال بالإضافة إلى أن تكون يعني موهبة. فإذا كانت يعني وتكتمل المعادلة بالثقة، فعندما يكون يعني الأب والأم يثقوا فيك يعني ثقة كبيرة يعني ويقولوا يعني ممكن أنك تنشد أمام الناس، ممكن أنك تعطي رسالة معينة، فطبيعي يعني أنك تثق بنفسك وتصل إلى ما وصلت إليه بفضل الله عز وجل وبدعائهم يعني. إذن أثر الأسرة هو الأكبر. أكيد أكيد. أنا لن أسألك نفس السؤال لأن بلا شك يعني، ومن يعرف يعني والد محمود التهامي يعرف 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 القصة، لكن أنا يعني أريد أن تحدثني كذلك عن ذات الموضوع وعن قضية خروجك من إطار الإنشاد الديني اللي كان في البيت وطريقة الوالد كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أنا لم أخرج من الإطار الأسري والإطار والقالب الصعيدي، بدليل أن أنا بنفس الزي أتشرف به وأحتفظ بالزي الصعيدي. تنشد دائما بهذا الزي؟ نعم. جميل. وجميع المقابلات الرسمية بهذا الزي، وهذا شرف لي. هذا زي الصعيدي، يعني لي الشرف أني أجوب العالم أجمع بالعمامة والجلباب الصعيدي. هي بس الفكرة في تناول الإنشاد الديني في الفترة الأخيرة. أنا لما طرقت الإنشاد الديني كنت متأثر بوالدي الشيخ ياسين التهامي طبعاً، وهو كان في التسعينات هو المدرسة المسيطرة في العالم الإسلامي بالنسبة للإنشاد الديني. ولكن درست بعد كده يعني دخلت عالم الموسيقى ودرست الموسيقى دراسة حرة بالكونسرفدوار ودار الأوبرا المصرية والمعهد العالي، وتتلمذت على أيادي فنانين كبار يجمعوا ما بين الإنشاد الديني وفن السولفيج والموسيقى، وكان على رأسهم طبعا رحمه الله الفنان عمار الشريعي والفنان صلاح الشرنوبي والدكتور الباحث دكتور مايكل فرشكوف طبعا من الباحثين في مجال دراسة الإنشاد الديني، والأستاذ محمد فرغلي. فبعد كده اكتشفت أن الإنشاد الديني له علاقة كبيرة بالموسيقى العربية والموسيقى المحلية والأوروبية، إلى أن اكتشفت أن مؤتمر 1932 اللي هو المؤتمر الأول للموسيقى العربية الذي جمع أسس وإطارات الموسيقى العربية تحت رعاية الملك فؤاد
وجمع ووضع أهم المحاور له موسيقيين ومشايخ، اكتشفت أن المشايخ هم من وضعوا أسس الإنشاد الديني في العالم كله، وأغلب الموسيقيين الذين تأثر بهم العالم تتلمذوا على أيدي مشايخ. فرجعت هنا لنقطة مهمة جدا وهي الأصل، المحافظة على الأصل. وهنا هنجد نفسنا ما بين مفاهيم مغلوطة، وهي ليس التجديد ضد الأصل أو ضد الأصالة أو ضد التراث، ولكن التجديد مطلوب مع الكشف عن الأصالة والكشف وإعادة اكتشاف الأصالة للأجيال القادمة والأجيال الموجودة والمحافظة على الأصالة. فمشيت في محورين مهمين جدا حتى عندي بمدرسة الإنشاد الديني، بندرس الموسيقى الأوروبية والموسيقى العالمية وكل ما يستحدث. هذا من في مدرسة الإنشاد الديني. نعم. تدرسون الموسيقى العالمية والموسيقى مع دراسة التراث وفن التوشيح الذي وضعه المشايخ والوقوف على أهم المحاور التي نتعلم منها ونسيطر عليها كإنشاد ديني في التناول الموسيقى العالمية والمحلية. جميل جدا. في كل دولة وفي كل قطر من أقطارنا العربية كان الإنشاد في بداياته بشكل معين، قالب معين، بدأ يتطور هذا الأمر حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، وسنتحدث عن واقع الإنشاد الآن. لكن مع تطور الإنشاد بدأت هناك بعض الأصوات تقول بأن ما نشاهد الآن من شكل حديث للإنشاد هو ليس بإنشاد ديني، هذا أمر آخر، هذه مدرسة جديدة أو هذا فن آخر غير الإنشاد الديني. ويمكن الأستاذ أحمد أبو خاطر له تجربة في هذا الموضوع، وقبل أن نبدأ هذه الجلسة تحدثنا عن هذا، وأريد أن أستمع إلى الأستاذ أحمد. بدأت بتنويع مواضيع الإنشاد، كنا نعرف ونحن صغار الإنشاد الديني هو الابتهالات، الإنشاد الديني المدائح النبوية، وفي هذه الأطر في هذه المواضيع تحديدا أنت بدأت بمواضيع مختلفة وواجهت كذلك بعض الصعوبات وواجهت بعض الانتقادات. تجربتك هذه حابين نتعرف عليها. كنت أحس أن نحن انقصنا المواضيع، أول شيء الروحانية، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ما طبعا مدح النبي صلى الله عليه وسلم ما كان موجود عندنا بالمرة، محليا كان قليل فعلا. وبعدين عندك المواضيع الاجتماعية اللي أنا شفت، لأن أنا كنت أخبر الجماعة هنا أقول لهم أن أغلب الأناشيد اللي أنا اللي سويتها كانت هي أصلا شيء ساير معي أنا نفسي، يعني شيء من داخلي أنا أو جزء في جزء مني فيها، يعني سواء مثلا إذا كان عن الأم أنا أنشدته لأن كان في مثلا موضوع صار مع الوالدة، فكنت أبغي أنا أقدم له شيء، أني أنا كنت مسافر وبعيد عنها والآخر، وكنت بأرجع إليها وفعلا كنت أحن إليها، وهذا شيء يمكن اللي خلى النشودة هاي تنجح لأن كانت نابعة من القلب وكان جزء مني فيها. لسوف أعود يا أمي. لسوف أعود يا أمي. وعندك مثلا أناشيد الأخرى اللي هي مثلا عن الأب أو عن الزوجة أو عن أشياء، كل هالأشياء اللي أنا نشدت عنها كنت أنا حاس إن أو تجربة كان فيها، حتى يعني مثلا نقول مثلا إن واحد يكون في المعاصي أو يكون مثلا بعيد عن الله سبحانه وتعالى يبغي يرجع لله سبحانه وتعالى، يبغي، فتحس مثلا بعض الأناشيد اللي كنت أسويها فيها نوع من التذلل والخضوع والإذلال وإن يا الله مثلا تقبلني وخذني عندك. فهذا كثير من الناس تأثروا بهالأناشيد لأن حسوا بالمعاناة اللي أنا عانيت فيها، فهذا الشيء اللي خلاني أنا أطلع بهذا النوع وتقبلوا الناس سمعوا هذا النوع الجديد من المواضيع والألحان والأداء اللي خنقول، يعني خنقول ما أقول لك هو أداء إماراتي لأن المقامات المستخدمة في الإنشاد الإماراتي مقامات يعني مختلفة عن المقامات اللي هي مستخدمة في خنقول في الشرق أو في الغرب، يعني غالباً نحن نستخدم مقام الرست مثلاً أو الحجاز. نعم. أو البيات. نعم. بس أنا كنت وايد أركز على مقام الرك المقام النهاوند والكرد والعجم. فهذه المقامات لاحظت أن الناس هنا يحبون يسمعون لها. الأذن الإماراتية بالنسبة لها كان شيء جديد يعني نسبياً. هي مع أن يعني حتى مقام البيات يقولون هو مقام البيات حب البنات، بس كان هاي المقامات اللي أكثر شيء أنا كنت أنا أميل لها. يوم شفت الناس تقبلوا هذا الأسلوب من الأناشيد فقمت أكثر أنا أسوي شو وأشوف المواضيع اللي هي تخدمنا في مجتمعنا والناس فعلًا محتاج لها. وهذا أعتقد كنت أقول حق واحدة من الصحفيات هنا إنه لازم يكون المنشد ذكي في اختيار الموضوع
واللحن اللي يناسب للموضوع، لأن ممكن إنسان الحين ينشد مثلاً عن شيء ما يخصه في مجتمعنا ولا يخصه حتى في المواقف اللي الحين صايرة حين في حياتنا، فالإنسان المستمع ما يتأثر بهالموضوع يعني، بس إن لو تنشد شيء صايرة حين في مجتمعنا فتحس إن الإنسان يستفيد منه وايد. أنت تتحدث عن الشكل والمضمون، عن الطريقة والأسلوب، كذلك عن المحتوى والكلمات، نعم. صحيح؟ نعم. طيب في تجربة، وبخلي محمود يعلق على التجربة هذه. أنشدت أنشودة زوجتي على سبيل المثال، وانتشرت انتشار كبير، وخصوصا انك صورتها فيديو كليب جميل وانتشرت في الفضائيات ومن خلال الانترنت ولها قبول، وبدا بعض الازواج يرسلها لزوجته وبعض الزوجات. كانت فكره جديده، فكره جميله ومميزه خصوصا عند المنشدين او المهتمين بمجال الانشاد، لكن في المقابل هذه الفكره لاقت انتقاد. البعض يعني يرى بأن إقحام الإنشاد في موضوع ما بين رجل وزوجته، أنا أحبك يا زوجتي، ومن هذا الكلام، لدرجة أن في جمهورية مصر العربية بدأت الناس تتواصل مع محمود. صحيح محمود؟ صحيح. أنا عطنا القصة. لا، هو طبعا أنا من المتابعين لأخي أحمد من البداية، والشيخ أحمد يعني يعتبر من جيلي. الجيل نحن تقريبا هو الذي أخذ وش الطبق زي ما بيقولوا في الانتقادات وفي التطور. احنا كان المقصود الحفاظ، يعني كنا بنمشي بمدرستين يعني متوازيتين، وهي الحفاظ على التراث مع التجديد، لأني احنا مسؤولين بطبيعة حالنا عن أجيال. انت في يعني في فنون أخرى متبارية معك، وهذه الفنون الأخرى فن الغناء، فن الـ يعني فنون أخرى متبارية معك، وهذه الفنون لها مؤثرات قوية ولها مساحة إنتاجية كبيرة، فأنت علشان تنافس وعشان تتواجد في ظل هذه الفنون وتتواجد بين الشباب، لا بد أن يكون لك يعني طابع خاص، ولا بد أن تطور من نفسك، لأن لو وقفت على ما أنت عليه يعني هيفوتك الركب. صحيح. في حاجات كثيرة. صحيح. لما نزل الأستاذ أحمد أنشودة زوجتي، شكل جديد، فكرة جديدة على متعاطي فن الإنشاد، في ناس اتصلت بك، صحيح؟ ناس كثيرة اتصلت بي، لأني أنا كنت أنا يعني بفضل الله من المتابعين لكل المنشدين على مستوى العالم، وطبعا على رأسهم أخي أحمد. ففي هذا التوقيت يعني بعد أغلب أناشيده اللي كانت وفكرة إنه يتناول الاجتماعيات والإنسانيات في الإنشاد الديني، ناس تواصلت معي اللي هو هذا ليس بإنشاد ديني، وكأنما الناس عزلت الإنشاد الديني في إطار المدح الشريف. الإنشاد الديني يتناول كل الإنسانيات، الإنشاد الديني كل مناحي الحياة، يفترض يتناول كل مناحي الحياة. طبعا مبادرة أحمد إنه يعمل أنشودة لزوجته، الناس كلها يعني تواصلت معي، وهم يعلمون أني متابع لي وفي هناك قرب بينه وبين اللي هو إيه اللي بيعمله أحمد ده. شوف صاحبك بيعمل إيه، هو بيعمل إيه يعني 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 ينشد يعني أنشودة لزوجته، فأنا يعني أنا ما أعرفش يعني طب هينشد لمين، يعني إذا ما كانش هينشد لزوجته يعني على سنة الله ورسوله هينشد لمين مثلا؟ يعني أستاذ أحمد أنشد في الإمارات وعمل مشاكل في مصر، وعمل مشاكل معايا أنا في مصر. بس ممكن مداخلة لو سمحت؟ يعني تفضل تفضل. يعني أنا فاهم قصدك وفاهم الفكرة اللي أنت طرحتها، بس يعني لو ننظر مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان منو أحب الناس إليه؟ عليه الصلاة والسلام عائشة. عائشة رضي الله عنها. نعم. كان يحبها وايد. و أنا مثلاً تجربتي مع زوجتي مثلاً، خلينا نقول أنا من الناس اللي كنت يعني دائماً مشغول، وخاصةً يعني يوم أنت الصبح في الدوام وبعد المغرب أنت في الاستوديو تسجل مع ملحنين مع شعراء، وكل يوم كل يوم كل يوم سنة ورا سنة ورا سنة، فتحس أنك أنت قد تكون مقصر مع أهلك نوعاً ما. حتى أنا حتى عيالي بعد ما كنت أجلس وياهم وايد، فلما عقب 5 سنوات من الإنشاد كذا حسيت أن شو يمكن أنا لازم أقدم شيء حق أهلي، أو أن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة رضي الله عنها حب كبير، أنا بعد أبغي مو بس حبي لزوجتي، أبغي الناس كلهم اللي هم ينظرون للمرأة أن هي والله ربة بيت، وهي تطبخ وهي تنظف وتسوي وتربي العيال، وبس هذا شغلها. بس لا، بالعكس، هي سكن للرجل، والإنسان يرجع للبيت يبغي يشوف حرمته، يبغي يجلس فيها. فأنا
مثل ما تقول قدمت هذا الاهداء مو بس لزوجتي انا، لكل زوجات الشباب، انهم انه فعلا ان هاي زوجتك اهتم فيها، زوجتك هذه انت هي حبك الاول وهي ام عيالك وهي تكون وياها. فلما انا اتذكر لما اول ما سمعت لزوجتي قامت هي تبكي، يا سلام، قامت تبكي. اقول ليش تبكين؟ هالشيء يعني واحد لازم يفرح فيه. قالت لك كاني حسيت انه يعني انت كل هالسنوات اللي كنت مشغول فيها وبعيد عنا، انت يعني هالانشوده خلتنا يعني خلتني خلاص يعني اغفر لك واسامحك يعني واسامحك يعني. فلو ينظرون لها نظره ايجابيه احس انه بالعكس، مع ان هاي الانشوده لها بعد قصص وايده ما نبي نتطرق لها الحين، ربما بعد الجلسه نتحدث. ياسين كذلك انا اريد تعليقك على ذات الموضوع فيما يتعلق بالتطوير في المحتوى والشكل الانشادي. في منشد الشارقه، في منشد الشارقه كنا نشاهد المنشدين المغاربه بشكل عام من المملكه المغربيه بشكل خاص في الغالب ينشدون اناشيد من التراث المغربي. التراث، اذا نحن نعود للوراء او نتحدث عن شكل تقليدي، هل فعلا انتم متمسكون فقط بهذا الشكل؟ لا، هو يعني من وجهه نظري يعني انا اعطيك نموذج بسيط جدا. يعني في نهاية منشد الشارقة 10 كان الفنان الكبير يعني الأستاذ ماهر زين غنى ثرات مغربي، ربما في الثرات المغربي لمسة سحرية يعني، فتلاقي حتى في مجال الغناء يعني ناس تقتات من الأوزان ومن المقامات ومن العرب المغربية علشان تطعم بها أغاني معينة أو أناشيد معينة. بالإضافة إلى شيء مهم جداً، هو مسألة التمسك بالتراث جميل جداً، لكن إذا أخذنا فكرة أن يكون التمسك بالتراث ابتكار مع الاستمرار يعني كشعار مثلاً، وربما الأستاذ أستاذي أحمد أبو خاطر كان من السباقين، وأنا أتكلم على مستمع ثم أتكلم يعني شاب صغير ينصت لأستاذنا، وبعد أتكلم على ممارس يعني. كبرتوا على فكرة أستاذ أحمد، يعني ما زال شاب لا صغير. لا، واحد يقول من جيلنا واحد يقول بالنسبة لنا ياسين، بالنسبة لنا ابننا على فكرة يعني. صحيح صحيح. ترى شيخ محمود أنا أصغر منك بوايد ترى. لا يا مولانا، يا مولانا إحنا ما خلينا واقعيين يعني، الفقير إلى الله. أنا بنشد من سنة 92. طيب خلونا نسمع الشاب الصغير وبعدين نتحدث عن الأخ. أخوكم الصغير يعني. خلينا ابننا على أساس، جزاك الله خير، على أساس إنك كنا يعني كنت كمتلقي يعني أشوف بأن هذه أفكار جديدة يعني، إني أخذ أوزان وألحان جديدة وتوازيع جديدة، وحتى في طريقة تصوير الكليبات يعني تجد أفكار. ربما في كليبات الأستاذ أحمد أبو خاطر إمكانيات وظفت هذه 3 أو 4 سنوات لحد الساعة يعني لا زالت تستعمل يعني فكانت سابقة من نوعها، فهي قيمة مضافة حتى لبلدكم الحبيب. شيء مهم جدا هو نقطة القوة يعني لكل منشد ينتمي إلى رقعة جغرافية معينة هو ثراته، على اساس انه يجدد فيه. فلما تشوف يعني شيخنا تشوف لباس وتشوف شيف تقول هذا مصري يعني، تشوفني انا بجلباب فتقول هذا يعني مغربي، تشوف استاذنا تقول هذا اماراتي يعني. لا ضرر ولا ضرار اذا تمسكنا بالتراث، لكن نجدد فيه بالوان جديده يعني. فانا اشاطرك الراي في جزء معين يعني في كلامكم، لكن التمسك بالتراث شيء واجب وضروري لنا، هوية يعني لكل منشد يعني. فهذه وجهة نظري يعني. طيب لو طلبت منك الآن أن تسمعنا شيئا، فهل ستسمعنا شيء من التراث أم شيء من الجميل؟ مزيج. طيب إذا أنت أول من سيسمعنا إن شاء الله في هذه الجلسة، والميكروفون لديك. مرحبا. بما أن في ليالي رمضان وفي هذه الجلسة سمعكم ابتهال يعني. فضل. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، يا من يرى ما في الضمير
شكرا شكرا ياسين. احسنت ياسين، الله يخليك. اتوقع باني وفقت بان طلبت منك ان تنشد قبل الفاصل. الله يخليك، شكرا. فشكرا لك. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام سنستمر في هذا الحوار، وسنستمر كذلك في طرح هذا الموضوع والاستماع لضيوفنا الكرام، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى في هذه الأمسية وفي هذا المجلس الرمضاني المتميز. حديثنا اليوم عن الإنشاد، هذا الفن الجميل نحتفي به ونتناقش في محاور كثيرة من شأنها أن ترتقي بالإنشاد وأن يرتقي بنا الإنشاد. في الحقيقة في الجزء الأول من الحلقة ومن هذا المجلس تحدثنا في مواضيع متنوعة. الآن أنا أريد أن أتحدث في جزئية عامة أو في موضوع عام يتكون من جزئيات، وأريد أن أستمع إلى تعليقكم جميعاً عليه. أين وصل الإنشاد؟ أحياناً أعتقد بأن الإنشاد الديني إن صح تسميته أو الإنشاد بشكل عام، أحياناً هكذا أعتقد بأنه ما وصل إلى مكان، ما زال يراوح في القديم. وفي بعض الأحيان أشاهد خبر لأمسية إنشادية أو مهرجان إنشادي لأحمد بخاطر في أوروبا، المسرح يمتلئ عن بكرة أبيه، أو أشاهد على سبيل المثال الاحتفاء بياسين الأشهب بعد عودته من منشد الشارقة، الطرقات والشوارع والمحتفين بالآلاف، أو أشاهد كذلك في جمهورية مصر العربية مئات الآلاف ممن يحتفون بإنشاد محمود ووالده وغيرهم. هل وصل إلى مكان عالمي أم ما زال يراوح كما ذكرت؟ ردوا علي يعني أو فهموني وين وصلنا. تفضل محمود. يعني أنت تطرقت لشيء مهم جدا، وهو الإنشاد الديني كفن بين فنون كثيرة يواجه كثير من التحديات. الإنشاد الديني يعني سبحان الله، أنا ربنا وفقني لي تجربة شخصية بمشاركتي بألبوم أمريكي اسمه أوريجين الأصل مع الفنانة إليز ليبك، وحصل الألبوم على الجلوبال ميوزك أوردز ورشح للجرامي، وهذه جوائز عالمية، ودي يعني دي كانت تقريبا يعني أول جائزة عالمية يحصل عليها الإنشاد الديني الجلوبال ميوزك أوردز، والترشيح طبعا للجرامي. وأنشدت باللغة العربية؟ أنشدت باللغة العربية الفصحى، وتعمدت الإنشاد باللغة العربية الفصحى، ومن هنا جاءتني فكرة مهمة جدا، غزو الغرب باللغة العربية الفصحى بثقافتهم الموسيقية. يعني نحن الآن في إطار إنتاج ألبوم بموسيقى روك وبوب وهاوس وراي، ولكن باللغة العربية الفصحى. فكرة الألبوم نشر ثقافة اللغة العربية الفصحى بموسيقى عالمية. أنت بتروح للجمهور الغربي بثقافتهم، بتروح لهم بموسيقاهم، ولكن بتروح لهم بثقافة الإنشاد الروحية. والمقصود هنا الإنشاد الديني كفن يصنف كفن إسلامي. الغرب يعتبر كل ما أتى من الإسلام يحرض على العنف وثقافة العنف، ولكن نحن نبعث رسالة إلى الغرب من خلال ثقافة الإنشاد الديني، أن الإنشاد الديني والفن الإسلامي يبعث الروحانيات. ولذلك دور الإنشاد الديني في الفترة الحالية دور يعتبر دور قومي، لأني
في الوقت الذي يصدر البعض ثقافة الإسلام بثقافة العنف والتطرف، الإنشاد الديني يصدر ثقافة الروحانيات والمحبة. نحن نمدحه صلى الله عليه وسلم بما جاء فينا، نمدحه صلى الله عليه وسلم بثقافتنا وبرسالته صلى الله عليه وسلم، جاء رؤوفا رحيما، نعرف العالم ثقافتنا وثقافة الإسلام ورسالته صلى الله عليه وسلم، رسالة محبة وسلام. كل ده علشان يوصل للغرب لازم بثقافتهم الموسيقية. طيب أنت ترى إذن الوصول العالمي يأتي من خلال الخوض في فنون أخرى، فنون مع عالمية. الحفاظ على الأصالة كما قال أخي ياسين وأخي أبو خاطر، والقاعدة من ليس له ماضي ليس له حاضر. طيب ياسين عنده تعليق على الجزئية، تفضل ياسين. هو من وجهة نظري يعني صعود المجال الفني أو الفن الهادف يعني بين قوسين، حتى أولا يجب التسمية، يجب إعادة نظر فيها. صحيح. فعندما أقول بأن هذا إنشاد ديني فأنا أقول بأن هذه رسالة حكر على ديانة واحدة فقط. فعندما أقول بأنني أنا فنان ذو رسالة إيجابية أو فنان ذو رسالة إنسانية، فأنا بشكل أوتوماتيكي أوصل رسالتي يعني وأشفرها تشفيرة عالمية، فأقول بأنني أنا للعالمية ولست لديانة واحدة. هذا واحد. ثاني شيء، إذن بحاجة إلى أن نراجع المصطلح، إعادة المسميات. ثاني شيء، إذا ما أردنا الوصول للعالم أكيد. ثاني شيء لا نفصل عالمنا عن عالم الغناء، لأننا نحن في عالم غناء واحد. يعني الاختلاف أين؟ الاختلاف في المواضيع فقط، في المحتوى فقط. فنحن نتميز بمحتوانا فقط. يعني ثالث شيء، إذا أردنا التعريف بهوية معينة فيجب أن يعني نعمل خلطة، يعني تكون يعني خلطة كويسة فيها ثقافتنا، فنعرف هذا الفنان ذو رسالة إيجابية من وين جاي. يعني رابع شيء اللي هو مهم جدا، يجب أن نعرف لعبة الإعلام، يعني كيف نسوق المنتوج الفني. في أفكار كثيرة وفي أعمال كثيرة وفي قطع رهيبة جدا، لكن بقيت حبيسة لقناة معينة في اليوتيوب، خلاص يعني ما كان يعني هناك يعني أفكار جديدة في التسويق. خامس شيء اللي هو مهم جدا هو القاعدة، يعني نسميها نحن المسابقات أو شركات الإنتاج. فربما كانت الشارقة سباقة في هذه الفكرة الإبداعية اللي نشكر عليها صاحب السمو، فكرة إبداعية في كون أننا نخلق فنان ذو رسالة إيجابية ونوفر عليه 5 سنوات أو 6 سنوات من الاشتغال ومن الكد علشان يعرفوا يعني عدد من الناس. فبضغطة زر يعني مدة 40 يوم يشوفوا عدد كبير من الناس ويتعرفوا على مجال الإنشاد أو الغناء الروحي أو الفن الروحي أو بمختلف المسميات. لا مشاحة في الاصطلاح، يعني دعنا من الاصطلاح نتحدث عن الفكرة علشان نرضي جميع الأذواق. إضافة إلى شيء مهم جدا هو الإنتاج. يعني عندما يكون عندنا يعني إنتاج ضخم وعندنا نماذج كثيرة، فممكن أني أعطيك يعني عمل فني بجودة وبتفاصيل دقيقة مثل المغنيين، فاستحالة أني لن أصل إلى الناس واستحالة أن رسالتي لن تصل. فأقول بأن أنا في نظري 5 نقاط هذه نعتمد عليها ممكن أن توصل للرسالة. يعني أنا أتصور الأستاذ أحمد بخاطر له تجربة مهمة كذلك، أكيد. وطبق جزء من ال5 نقاط اللي ذكرت. أستاذ أحمد غنيت أو أنشدت بلغات مختلفة غير اللغة العربية، أديت كذلك بألوان مختلفة في الألحان، كذلك صورت بعض كليباتك خارج الوطن العربي وفي في في أوروبا وفي غيرها، وصلت العالمية. تعتقد جمهورك، أنا أشاهدك تغرد أحيانا باللغة الإنجليزية، تجربتك هذه؟ يعني أنا سؤالك إن هل وصل الإنشاد العالمية، أنا أقول نعم وصل للعالمية، لأن النشيد مثل أي فن ثاني بدأ صغير وقام يكبر، وكانت في عوامل، بعض المنشدين كانوا من جزء من هذه العوامل، كان عندهم حلم وكان عندهم هبة من الله سبحانه وتعالى وكانوا يقدمونها، حصلوا الناس اللي توقف وياهم وترعاهم، ومثل ما يعني أنا حصلت الحمد لله الدعم اللي خلاني أنا أطلع أول شيء. أنا كنت أتحرى عمري أني أنا يوم بنشد لي للشارجة، بكون في الشارقة فقط.
غنت ما كنت غنت الدنيا نشيد الشارقة فقط. فعلا فعلا نشدتها النشودة كانت يعني مجرد النشود أننا بيسمعونا أهل الشارجة ونحن بنكون في الشارجة بس، ما كنت حتى أفكر أن في ناس من دبي أو من أبوظبي أو من خلينا نقول شمال الإمارات هم بيسمعون. وتفاجأت أن لما شفت أن شركات الإنتاج كانوا يقولوا لا أن في طلب على هذا النوع من الفن. وأكثر اللي تفاجأت منه أن يوم دعيت إلى حفل في بريطانيا كان تقريباً الجمهور هناك كان 35,000 شخص كان جاي، وهم دائماً شو يسوون؟ هم يحطون آخر يعني خلينا نقول ما أبغى أمدح نفسي بس يقولون أفضل منشد يخلونه آخر شيء، فخلوني آخر شيء. وأنا كنت متفاجئ ليش أنا حطوني آخر شيء؟ قالوا الناس اللي جاي تبغى تشوفك أنت، هم الغرب المسلمين غير العرب هم متعطشين لهذا الفن الإسلامي العربي. ف لعقب أدركت أن فعلاً الشبكة العنكبوتية الإنترنت ساعدت وايد أن يطلع الإنشاد مالنا في العالم. مثل ما ذكر أخو ياسين أسلوب الإنشاد الجديد اللي إحنا الحين أخذناه، اللي طريقة الإنشاد والمواضيع اللي تطور، حتى قمنا ننافس الأغاني، يعني قامت الناس الحين تسمع الأغاني تسمع النشيد ما تعرف تفرق لأن الأسلوب الإنشاد بس اللهم أنه ما في إيقاعات. أنا عندي مثلاً عندي الموسيقى كلها متكاملة، صح أنه صوت بشري بس موسيقى ما فيها آلات موسيقية بس تعطيك نفس طريقة الكنائس هم يغنون عندهم في الكنيسة، نفس الطريقة اللي سويناها. فعطتك أنت حتى المستمع الملحن أو المستمع البارع يقول هذا مو بصوت بشر، لا أنتم تدوسون علينا لا تلعبون، لا نحن كنا فعلاً سويناه بس لأننا دارسين موسيقى ومسوين الألحان كلها بالنوت الموسيقية فطلعت موسيقى. اللهم إن ما حطينا آلات موسيقية. فبشكل عام يعني طبعاً ما أبغي أنا أنسى شيء مهم ضروري، إن دعم واحتضان سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة، إنه احتضن المنشدين. يعني كانوا الناس في الوطن العربي المتعطشين أنهم يطلعون في هذا الفن ويبرزون مهارتهم. أنا سأعود لتجربة منشد الشارقة لكن عن العالمية ما زلنا نتحدث. بكم لغة أنشدت أستاذ أحمد؟ ثلاث لغات غير العربية؟ لا، العربي والإنجليزي والفرنسي. والفرنسي. وين صورت؟ في كم دولة صورت؟ صورت في تركيا، في بريطانيا، صورت في الخليج العربي، الخليج صورت في إيران، صورت في جنوب أفريقيا، في كذا مكان. يعني صورت في مصر طبعا ما أنسى في مصر. هاي بعد وهذا طريق للعالمية، وأنت ترى بأن الإنشاد وصل للعالمية صحيح؟ نعم. طيب قبل لا أسمع من الشيخ محمود أنا بسألك سؤال. تفضل. ما ذكرت من كلام جميل في غاية الأهمية هو خطتك القادمة بأن تؤدي الإنشاد باللغة العربية ولكن بفنون غربية، صحيح؟ هذا ما راح يخسرك جماعتك، ما راح يخسرك جمهورك، ما راح يخسرك أهل مصر، أهل الصعيد اللي تعودوا يسمعوك بشكل معين. يعني بص، اللي أنت بتقوله ده متوقع، وهفاجئك لما أقول لك إن هناك من يعني من التجارب اللي أنتجتها، يعني عملت موسيقى روك بلغة عربية فصحى سنة 2010، وكل المستشارين الخاصين بمكتبي رفضوا تماماً إنها تنزل، وقالوا لي هذه يعني قد يكون انتحار. فجاء الوقت اللي احنا نقول فيه يفوز باللذات كل مجازف ويموت بالحسرات من يدري العواقب. احنا عشان نكون واقعيين في تحدي، هناك فنون أخرى في صدد عالمي، وفنون أخرى ركبت المجال. إحنا بالفعل وصلنا للعالمية، ولكن لما تجد أن تراث الإنشاد الديني كله وكل أناشيدنا على اليوتيوب حققت ملايين المشاهدات، وتلاقي ممكن أغنية معينة حققت كل ما حققه الإنشاد الديني بتاريخه، صحيح. يبقى عندنا مشكلة. وحل المشكلة أن نقف والاعتراف بالمشكلة، إحنا فعلاً عندنا مشكلة. وإسناد الحق والفضل لأهله، الشارقة برئاسة صاحب السمو لها فضل في نقل الإنشاد الديني في طفرة
ونادي الإعلام للشارقة ونادي الإعلام للصحافة ومنشد الشارقة، كل ده حط الإنشاد الديني في الركب العالمي للمسابقات العالمية وتناول إنتاجي ضخم. ولكن برضو عندنا مشكلة، ما زلنا عندنا مشكلة، نسبة المشاهدات ونسبة الإقبال على هذا الفن ليست كالفنون الأخرى. في فنون أخرى، الرياضة، الغناء، سامحني، الفنون الاستعراضية غير من الفنون. الإنشاد الديني لابد أن يتواجد على الساحة، وخاصة أنه الفن الوحيد المعني بنشر الروحانيات للإنسانية جمعاء. الإنسانية حاليا في خطر، والفنون هي المنقذ للإنسانية، والإنشاد الديني على رأس الفنون المنقذة للإنسانية في ظل العالم المادي. إحنا العالم حوالينا يعني ثقافة الدمار والحروب أصبحت هي المسيطرة. الإنشاد الديني جاء ليرقق القلوب، فإذا لابد للإنشاد الديني أن يكون له يعني يكون له الأولوية. وعشان خاطر نخاطب العالم كله، صلى الله عليه وسلم لم يجلس في بيته وانتظر الناس علشان تجيله وينشر رسالة ودعوة الإسلام، ولكنه ذهب إلى الناس، كان يذهب إلى الناس علشان ينشر الإسلام. صحيح. وكان يذهب إليهم، فلا مانع عندي إن أنا أروح للعالم كله أصلي على النبي وأغير المفاهيم وأقول لهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنشر ثقافة المحبة والتسامح ورسالته صلى الله عليه وسلم بموسيقاهم، ما عنديش مشكلة. جميل جدا، كلامك جميل جدا، لكني واثق بأن صوتك أجمل. الله يعزك. والميكروفون هذا خصصناه للإنشاد. نعم. فماذا ستسمعنا؟ لساح الهدى والدين لساح الهدى والدين وليت وجهتي لأهدي رسول العالمين تحيتي خير الخلق أكرم به حماه ألاقي به أنسا يبدد وحشتي ساحل خير الخلق أكرم به حنا ألاقي به أنسا يبدد وحشتي حبيبي سيدنا النبي حبيبي أنت ضياء عيني وقبلة مهجتي ومأمن روحي في نهاري وليلتي سيدنا النبي حبيبي يا ضياء العين يا سيدنا النبي أنت ضياء عيني وقبلة مهجتي ومأمن روحي في اجتماعي وخلوتي
ألم أبيضنا السلام. شكرا جزيلا صلى الله عليه وسلم. طيب الله هذه الأنفاس. شكرا الله شيخ الله. محمود أعزك الله ما قصرت الله. بارك الله فيك. كنت أتصور بأن سيبقى لدي متسع من الوقت لمناقشة مجموعة أخرى من المحاور، لكن سأتوجه الأستاذ أحمد بخاطر قبل أن أطلب منك أن تنشد. لك تجربة مع القطاع الخاص، مع الشركات. بعض الشركات تطلب، أصبحت الآن تطلب من المنشد أن يكون ضمن إطلاقتها الرمضانية أو ضمن هويتها في شهر رمضان على سبيل المثال. حدثني عن هالتجربة وبعدين سمعني شيء. تجربتي اللي هي كنت سفير دو، هي شركة اتصالات، هم طبعا يوني وقالوا لي نحن نستمع لأناشيدك من زمان وعنا يعني يعرفوهم، سووا دراسة شافوا أن في الإمارات هذا النوع من النشيد الناس تسمع له وتحبه، فاقترحوا علي اني انا اكون سفيرهم حق سنه واحده. طبعا هذا الشيء كان شرف لي انا وشرف للانشاد بشكل عام، لان شركه ضخمه مثل دو تعترف بهذا الشيء وتتقدم ان يكون واحد من الاماراتي مواطنين الاماراتيين اللي ينشدون وعندهم هذا الفن ان يكونون سفير يكون سفير لهذا الشيء. فهذه التجربه كانت تجربه جدا جميله، لان تعرفت على ناس وايد وعرفتهم على النشيد، سوينا معاهم يعني كثير من خلينا نقول يعني مثلا الدعايات حق دو، بس بطريقه يعني خلينا نقول اسلاميه توعويه واسلاميه بعد اجتماعيه. وبعد فزنا نحن في لبنان، فزنا بافضل خلينا نقول مثلا يعني دعايه بهالشكل بهالطريقه يعني. جميل. فهذه كانت الحين طبعا مدرسه الابداع العلمي بعد الحين هم حطوني سفير الابداع حق الطلبه اللي هم يعني ينظرون للناس اللي طلعوا من مجال الدراسه واشتغلوا في حياتهم وابدعوا في حياتهم، ان شاء الله انا اكون واحد يعني منهم واعطيهم هذه اعطيهم هذا الالهام واعطيهم هذا الشيء. فهذا يعني شيء حلو ان انا اطلب من الشركات الحين انهم يدعمون المنشدين ويقفون معاهم، لان نحن فعلا محتاجين مثل هذا النوع من الدعم. كثير من المنشدين عندهم الاداء وعندهم الافكار الجميله بس ما عندهم الدعم. عرفت قايل مثل ما انت قلت تجربه جميله، ولكن كما ذكرت الاجمل بان نستمع اليك. ختام الحلقه عندك استاذ احمد، نستمع اليك تفضل. كنت حاب اقدم مقطع بسيط من النشيد الرمضاني اللي سويته حق هالسنة. هبت نسائمه فأفرحت القلوب، قد نورت من بالخير قد جلت القرون.
قد ذكرتنا من فقدنا قبلها أرواح طيب قد سمت وله تغوب ندعو لهم بالخير والحسنى لهم يا ربي عفوك أنت غفار الذنوب قد ذكرتنا صومنا وصلاتنا قرآننا والذكر يعمر بالقلوب فاغفر لنا يا ربنا ما قد مضى شكرا جزيلا لكم جميعا آنستمونا وشرفتمونا وأسعدتمونا وأمتعتمونا شكرا لا تفيكم حقكم ولكن لا نملك إلا أن نقول شكرا مرة أخرى والشكر كذلك لمن حضر معنا في هذا المجلس والشكر لمن يتابعنا خلف هذه الشاشة وندعوكم مشاهدين الكرام لمتابعة المجلس الرمضاني وللحضور هنا في مسرح جزيرة المجاز شكرا جزيلا وإلى اللقاء